محمد عبد اللطيف، أنا باسمي مالية سلطان. أخذوا ابني الدواعش، هاي صار له 7 سنين. أول ما فاتهم ب3 أشهر أخذوه وراحوا، كان يداوم ببغداد. حكي بس خليني شوي داوم من جو أخذوهم، جو أخذوهم أنا بس من هاي المنطقة، وادي حجر. إيه بس من وادي حجر. شو تقريبا حكي عليهم؟ يعني من يم المدارس مال وادي حجر 600 760 منتسب، حملوهم بالكيات، ومن ضمنهم ابني صغير خذوه وفتت على المدرسه، والشاجره ثاني وياهم، وتفوني وفتت، قلت لازم لو تعدموني اخذتم ابني ولا تاخذونه. ايش قد كان عمره من اخوه الصغير؟ ايش قد عمر احمد؟ والله 20 سنة. ايه كان ما منتسب؟ لا ما منتسب. دفعني هو الكلب، قلت له لازم افوت، فتت اسمع يصيح علي داوود جبار، قلت يمه هذا بن بنتي. ايه والله دفعني، دحقت عليهم، قاموا مشدفون وزتهم بالكيات. ايه وظلينا الى وذان المغرب احنا بالشارع قاعدين. يعني تشوفوهم دم يطلعون؟ نشوفهم، شوف عيننا. خذوهم ومشهم، ظلينا قاعدين تالي، ما ظل احد ومشينا. هذا بن بنتي، بس ابني من يم القنطره مال وادي حجر. نزلوا عليه وشتفوه وخذوه ومشوا.